وبنهايه صباحنا لليوم حنروح لمساحتنا القانونيه ورح نحكي عن موضوع مهم جدا بالنسبه لكل حدا اليوم حابب انه اذا بدك تشتري عقار، بيت، محل، فاليوم اكيد حتستفيدي من الفقره اللي حنحكي فيها. كثير من الاشخاص تعرضوا لموضوع النصب والاحتيال بهذا الموضوع، ان كان بالبيع، بعقود البيع. اليوم القانون كان واضح وصريح ووضع قوانين بتحفظ للمواطن سلامته. اكيد يعني، واليوم بيع او شراء اي عقار امر مو بسهل ابدا، ربما لارتفاع الاسعار والظروف المعيشيه الصعبه، ولانه الموضوع بيحتاج وبيتطلب كثير من التركيز، من المعاملات، من التدابير، من التفاصيل الصغيره يلي ممكن احنا ما ننتبه لها، لكن بنفس الوقت ممكن توقعنا بمشاكل ونكون ضحيه نصب واحتيال. فالاهم انه نحن نعتمد على اشخاص موثوقين لنقدر نمشي هي العمليه بشكل صحيح وقانوني. لنحكي اكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، بيسعدنا انه يكون معنا ضيفنا داخل الاستوديو المحامي محمد المهدي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ، واهلا وسهلا بحضرتك. خلينا هيك نروح معك فورا للاجراءات القانونيه اللي بتضمن اليوم حق المواطن بموضوع البيع او شراء العقارات. هلا بدايه اهم شيء نحن عندنا بالنسبه لموضوع شراء عقار، بحال اي شخص رغب بانه يشتري عقار، هو كرقم واحد نحن عندنا اليوم الاستعانه باهل الخبره من الاختصاص. رقم اثنين في عندنا دراسه البيان العقاري اللي يسمى اخراج القيد العقاري. رقم ثلاثة في عندنا نحن موضوع معاينه العقار اللي نحن بدنا نشتريه نفسه. رقم أربعة بيجي عندنا اجراء كتابه العقد وترتيب دفع الثمن العقار والاستلام. بالنسبه لرقم واحد الاستعانه باهل الخبره، نحن بدنا نستعين باهل الخبره من الاختصاص، يعني بالعاميه انه هو المحامي. المحامي هو اللي حيقوم بهي العمليات، مو هي العمليات المعقده. يعني بحال استعنتي باهل الاختصاص، يعني موضوع الدراسه كله عن الموضوع العقاري يعني ما بتتحمل ساعتين. وهي بتحمي من اشكالات كثير حنتفاداها، بالنسبة خصوصا بعد هلا التضخم الاقتصادي اللي صار. يعني اليوم موضوع العقار ما عاد في نحن عقار بقيمة قليلة نهائيا، يعني حتى ال 100 مليون ولا ال 200 مليون ما عم يعملوا شيء بالنسبة للعقارات. ما عم يشتروا بيت استاذ. نعم. فموضوع هذا الشيء نحن عم نحمي بثمن الاستشارة لأهل الخبرة، بحد يعني بغض النظر عن قديش هي قيمتها الاستشارة ولا هالموضوع هذا، بس أنت عم تحمي الاستثمار تبعك اللي هو بمبالغ بملايين. رقم اثنين هي مطابقة القيد العقاري. نحن أهم شغلة في عنا بموضوع أنا رغبت أن أشتري بيت، جيب إخراج قيد عقاري جديد للعقار اللي بدي أشتريه. إخراج القيد العقاري بده يكون بالترويسة تبعه بينذكر في مساحة العقار، ملكية العقار، وزائد وصف لو بسيط، هو بس بيكون أنه مكون من غرفتين، صالون، وصف للعقار. وصف للعقار. هذا الشيء كله حيساعدني أنا بالمعاينة بالمرحلة الثالثة. إضافة لإخراج القيد العقاري، حيكون هو تحت الوصف تبعه حيكون في عندي أنا جدول مؤلف من شقين. الشق اليميني حيكون فيه هو الإشارات، والشق اليساري حيكون فيه أسماء المالكين. أسماء المالكين أنا بيهمني وقت اللي بدي عاين العقار أو بدي أشتري أنه أنا أجتمع بالمالكين. يعني بحال أنا عندي كان مالك واحد، أنا بدي هذا المالك يكون موجود. بحال عندي أكثر من مالك، بدي أنا يكونوا موجودين لحتى أضمن أنا أنه جميعهم موافق على هذا البيع. ما بيكفيني أنا يجي واحد بس من أسماء الموجودة عندي بالمالكين والباقي ما أجتمع فيهم. بحال كان هذا العقار ورثة، أنا بحاجة لوثيقة حصر إرث لحتى أعرف أنا الشخص المالك بمين انحصر إرثه لحتى أجتمع أنا بالورثة تبعه وأشتري منهم. هي بالنسبة لشق المالكين. بالنسبة لشق الإشارات، نحن في عنا إشارات أحياناً تمنع نقل الملكية، وفي عندي إشارات ممكن تكون هي عابرة، مثلاً ضريبة ترابية للبلدية كذا، فهي عبارة عن رسوم تتسدد بتترقم فيها الإشارة. بس في إشارات أنا عندي ما فيني أني أتجاوزها بعملية البيع. إذا أنا لقيت لو إشارة لو كان تاريخها قديم موضوع على صحيفة العقار، أي متنا اليوم قانونياً ما فيك اليوم تتجاوز هي الإشارة؟ بحال مثلاً أنا لقيت واحدة من الإشارات هي إشارة موضوع على صالح محكمة معينة، هي إشارة تثبيت بيع، دعوة تثبيت بيع. أنا بحاجة هون لوقف عند هي الإشارة لأخذ رقمها وتابع الإشارة أنه شو صار مصيرها. ممكن تكون لدعوة لساتها قائمة وأنا بس بدي أشتري وأتقبل الإشارة، أو يجي الشخص اللي عم يبيعني اللي تقبل الإشارة مثلا أستاذ
انا بعدين برقل لك انا بظبطها اياها. بتفاجئ انا انه الدعوه لسه منظوره بعد ما انا اشتري ادفع الثمن، حكون ضحيه بانه يكسب حكم الشخص يلي عنده هلا الدعوه قائمه واطلع انا برا، كونه هو حاطط اشاره والاشاره تبعه اسبق، فعنا في افضليه للاشاره تبعه. ممكن تكون الاشاره فعلا مرقنه، نقول له طيب اذا الاشاره مرقنه انت نضف لي صحيفه العقار وانا شاري. صح تمام. استاذ محمد، يعني حضرتك عم تحكي عن الاشاره باعتباره يعني من الاشكاليات اللي بنعرفها كثير عن موضوع العقار، خلينا نوضح شوي جوانب بالموضوع، نعطي مثل مثال، يعني ممكن الشخص يلي حاطط اشاره يتوفى، في حال الوفاه ممكن تنتقل الدعوه للورثه، او هو الشخص يلي نحط عليه الاشاره ممكن يتصرف بالعقار براحته او لا لازم يرجع للورثه؟ هلا بحال نحن اللي حاطط الاشاره توفى، نحن بحاجه بانه نبلغ الورثه. هلا هي يعني ما بيقدر يتصرف من هي بحال نحن خلينا بالمثال نفسه، بحال نحن كان عندنا الاشاره اللي موضوعه على عقار، هي مثلا دعوه تثبيت بيع لصالحي، بحال صار وفاه بده يتبلغ الورثه عن موضوع هذه الاشاره، بدنا ندخل الورثه كونه انقطعت الخصومه بالوفاه. بهذا الشيء نحن بدنا نشوف شو مصير الاشاره، هن بدهم يكملوا بدهم يطلعوا من الموضوع، بدنا نشوف نحن شو المصير تبعها يعني قبل اي شيء. نحن ما بنشتري عقار وعليه اشاره ايا يكون. احيانا بيكون في اكثر من اشاره، اين الاقوى، الاشاره الاولى؟ هلا بحال مثلا نحن احيانا بيكون كذا اشاره بس كل وحده لشيء. احيانا بيكون صاحب العقار نفسه هو مثلا محتاج لمبلغ دين مادي، ما قبلت انا اخذ منه لا ورقه لا شيء، قلت له انا اقوى ضمان لموضوع الدين تبعي انه انا ارهن لك العقار نفسه. تمام، بصير هي الاجراءات عن طريق ملف تنفيذي بينحط فيه انا اشاره مقابل الدين تبعي، وبنفس الوقت في عندي اشاره ثانيه هي تثبيت بيع على العقار تبعي، فالشغلتين ما دخلهم ببعض. بس بحال نحن كانوا اشارتين تثبيت بيع فالعبره للاشاره الاسباق. طيب استاذ هيك سريعا، في حال تم نكس العقد بين البائع والمشتري وصار في خلاف لسبب ما، يعني اليوم شو هي الاثار السلبيه ومين بيتحمل الجزء الاكبر من المسؤوليه؟ هلا بحال نحن كنا لاجئين لاهل الاختصاص وكان موجود نحن عنا انه بعض الاجراءات اللي تمت انه نحن كتبنا عقد ونظمنا هذا الشيء، بحال نكس احد الطرفين بيخضعوا لاحكام نص الماده 104 من القانون المدني يلي هي حددت هذا الشيء بانه في حال نكس دافع العربون عن المبيع بيخسر العربون، وبحال نكس الشخص البائع يلي قبض العربون هو بيرد ضعف العربون. يعني انا اذا مثلا مراهن على سبيل المثال على بيت بمليون ليره، اذا انا اللي نكست انا اللي بخسر المليون، بحال نكس الشخص اللي قبض بيرجعهم مليونين. لو كان هذا النكس ما الحق اي ضرر الي او الك. نعم. هذا نص ماده قانونيه. تمام، يعني استاذ بالختام نصائح من حضرتك للبائع والمشتري. النصائح هي اولا الاستعانه باهل الخبره من الاختصاص، معاينه البيان العقاري للعقار اللي بدنا نشتري، معاينه العقار نفسه، نطلع على العقار نحن نتاكد منه، نتاكد من رقم انه نحن البيان العقاري الرقم اللي عليه هو نفسه العقار اللي عم نعينه. ممكن باي حيله صغيره مثلا نسال الجار، بنسال البنايه انه قد ايه رقم بيتك انت، يعني اذا مثلا عندي هذا العقار رقمه 100، العقار اللي قدامه معناها لازم يكون 101 او 102 او 99 مثلا. ثلاثة هي كتابة العقد. العقد هو توثيق الالتزامات اللي بيني وبينك بالنسبة للبيع والشراء. رقم أربعة هي أهم شيء، أنا ما بكمل الثمن وما بتمم البيع إلا بعملية النقل بالسجلات العقارية واستخراج قيد عقاري جديد أنا بيطلع اسمي فيه كمالك. يعني اليوم نقل الملكية وأنا استخرج إخراج قيد عقاري جديد باسمي أنا مالك، اليوم أهم من إني استلم، لأنه أنا بحال استلمته لسه ما نقلت ملكية وطلع مثل ما حكينا أنه كان في عنا إشارة أو شيء، أنا ممكن أقعد جزء صغير بعدين يجي حدا يقول لي أنا المالك، أنا صار معي حكم، أنا صاحب البيت. طيب أستاذ، وين ممكن كتب العقد ويحفظ سلامة الطرفين؟ أحيانا نشوفها بيروحوا للمكاتب العقارية، أحيانا بيروحوا لمعقب المعاملات، شو هي الطريقة الأنسب اليوم؟ الطريقة الأنسب هي لكتابة العقد، هي الكتابة عند أهل الاختصاص اللي هو المحامي. العقد عند المحامي بيلجأ ممكن هي الطريقة الأضمن أنه نحن بعد ما نكتب العقد نمشي باتجاهين مع بعض، نمشي بمعاملة الفراغ والانتقال بشكل طبيعي عن طريق معقب معاملات، عن طريق المالي، يعني بمرحلتينها بالمالية وبالطابو، بس هذا الشيء بيأكل يعني كتوقيت حوالي 10 أيام بالمالية و10 أيام بالطابو خلال هاي المدة للانتقال بشكل تام.
الشغلة الثانية، نحن توازياً مع هي المرحلة بحالة تم العقد عند محامي بنحط نحن إشارة تثبيت بيع على العقار نفسه كضمان لحقي. عند الانتهاء من هالمرحلة هي وتمت بسلام، أنا برجع برقن الإشارة لأنه أنا حكون حاططها على نفسي بس تمت البيع. فهي الحل الأضمن والأنسب أنه يتم هيك بهي الطريقة. هي إجراءات مثل ما ذكرت حضرتك بسيطة وبتضمن السلامة، ولكن أحياناً منروح أو في بعض الأشخاص بيروحوا للقيمة المادية الأقل الأسرع، ولكن أحياناً عم نشوف عمليات نصب كتير كبيرة. فاليوم نترك العلم لأختصاصه لأهله مثل ما بيقولوا. بنتشكر حضورك لليوم ونتمنى السلامة للجميع. دم صباحنا.